رح نموت هون. يا عمي يا عمي يا سارة لح عليك. اسمعيني مدام، اسمعيني، أنا ما كان لازم أصرخ، في حد رح نطلع راس الجبل ونهيك ونشوف ولا ما نلاقي طريق، قومي معي. طب كيف بدي أطلع ماني قدرانة أدعس على رجلي؟ طب أنا حطلع وأنت خليكي هون برجع لك. ولي بدك تتركني هون لحالي؟ قومي معي، قومي معي. يا هيك في بيوت مروا من هنيك البيوت، هنيك في بيوت. ليك تخرس ولا كلمة، ها فهمان؟ كله من تحت راسك، الله أعلم شو بيكون صاير هلا ببنتي، والله أعلم نحن وين كمان، ما عاد بدي أسمع صوتك، فهمت؟ ليك أنا أموت هون؟ جاوبيني، ليك أنا أموت هون؟ أنا ما يشوفين عندك هلا، أنا هلا مسؤول عنك، بايع مثلي مثلك، ما بتمسحي تمك ولا كلمة، فهماني؟
آخر شي توقعته إني موت بهيك قرنة. أكيد بكرة رح تتركني وتدور على مصلحتك. أول ما بيطلع الضوء تروح بتدور على الطريق لحالك، تركني هون. بس الله يخليك، إذا شفت لها سارة وكانت منيحة إلا أني بحبها كتير، وما تصدق أي شي بيقولوا عني. ما حذرتي، أنا ما رح أتركك لحالك، اللي حيصير عليك حيصير علي. انت لازم تعيشي، انا ما عندي شيء اخسره. لا انا ما بدي اياك تضيع حالك مشاني، اصلا لازم تروح، مو على كيفك بدك تروح مشان تشوفها لسهرة. شو ما كان الترتيب ما رح اتركك لحالك، لو بديش اعطيك شحط. عمو نحن جايين ناخذك عند ماما، بدك تروحي عندها؟ لا بس فيني اخذ معي قدوسة؟ مين قدوسة؟ هاد. الو؟ حاضر سيدي، فورا فورا. حاجة معلم كرمالي والله كترت اليوم معلم. تفضل معلمنا. وهي احلى كاسة برد انا روق لي اعصابك. تفضل معلم. انت صلحت المي بلا اكل معلم نزار. لا حول ولا قوة الا بالله. الو؟ ايه شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي؟ ايه ماشي ماشي انا بخبره. مع السلامة. ايه روق يا معلم، روق يا احلى معلم، هيدا لوسي وساره.
تفضلي. شكرا. شو اسمك؟ وقت حكي هلا بعدين نحكي، يعني سامحتني؟